انه جزء من انجازات الوطن، احلام الوطن، عظمه الوطن. صحيح. فواحد وانا بدات ادمع وانا قاعد لمجرد اسمع. انا حسيت امجاد يا عرب امجاد. الاستاذ محمد، حضرتك من الرواد، مش من الرواد يعني بالمعنى في السن، لكن من الفرسان الكبار في اذاعه صوت العرب، وانطلاقها المبكر ده بعد ثوره، بعد الثوره بشهور، يمكن ما كملش او سنه بالظبط، اقل بايام سنه. ايوه بالظبط. السنه بعد ثوره يوليو، ناقصه حوالي 19 يوم تقريبا، 4 يوليو 53. اذن البعد العروبي في ثوره يوليو كان واضحا، حتى يعني بداياته ظهر من منذ مطلع عمر هذه الثوره. وانه يعني الدور الذي يجب ان تلعبه مصر، هذا الثقل الهائل الذي لا يمكن تعويضه في امتها العربيه، ده كان واضح من البدايه، وهو اللي اعطى صوت العرب طبعا كمان بفضل خبرات ومواهب كبيره جدا كانت في صوت العرب في انطلاقها، واظن يمكن ما زالت موجوده. يعني ده سلاح موجود عندنا. صحيح. لكن يبدو انه هو مش لا يستخدم بكفاءه يعني الان. ما عشان كده عندما نحاول ان نتتبع حكايه صوت العرب، نعم، سواء على المستوى المصري او على المستوى العربي او على مستوى رزنامة الإعلام العالمي، نعم، هو ده اللي بيخلينا نقول أنه ممكن جدا في مرحلة ما لا أدريها، أنه مش حول استعادة ولكن الاستمرار وبداية البناء على ما سبق قبل كده. والحقيقة يعني عندما نحاول أن نحكي حكاية صوت العرب، وأنا بالذات وأنا بتكلم دايما بيبقى توجهي إلى أجيال الشباب، لأنه المناهج الدراسية لم تعطي هذه المؤسسات وأمثالها حقها الحق الطبيعي. نعم. في الاهتمام. أنا دايما بفكر حكاية صوت العرب لابد أن تروى في رأيي المتواضع عبر ثلاثة محاور. نعم. كل محور يحمل اسم رجل. المحور الأول واضح تماما بديهي، بيحمل اسم واحد، اسمه جمال عبد الناصر. نعم. جمال عبد الناصر في تلك الفترة يعني 35 سنة. إنما ال 35 سنة، عمره 35 سنة. نعم. شاب صغير. 35 سنة، إنما جاي جاهز. يعني إيه؟ سيبك من المسائل، المشاهد في مصر، مشكلة الاستيلاء على السلطة والانقلاب اللي تحول إلى ثورة، وده شيء معروف خلاص. لكن الفكر جاهز. يعني إيه؟ يعني جاي وقد ثقف منذ الأربعينيات، سواء عندما كان طالبا في الكلية الحربية أو عندما كان دارسا في كلية أركان الحرب. ثقف إيه؟ ثقف يعني إيه عروبة، من غير شعارات، لكن درس كتير قوي، وخصوصا تاريخ الحملات طبعا العسكرية. طبعا الأستاذ الخولي يعني فضلا عن مواهبه الكثيرة، موهبته اللغوية هائلة، فهو يقصد بثقف أي ثقف نفسه. تعلم، درس واطلع وقرأ أشياء كثيرة جدا. والحقيقة هذا الكلام اللي أنا بقوله بيسنده حاجة بسيطة جدا، إنه في تلك الفترة اللي احنا بنحكي فيها اللي هي فاتح الخمسينيات بعد ثورة 52، أصدر جمال عبد الناصر كتابه البسيط الصغير ده اللي هو اسمه فلسفة الثورة. نعم. وحكاية إيه؟ هو كعسكري أول حاجة بيعملها يقول لك دورية استكشاف. يعني قبل أن تعمل سياسة تضع قدمك في مجال من المجالات، لابد انك تشوف مسرح العمليات شكله ومستوى. ولذلك البعد العروبي، وانا بقول الكلام ده قبل صوت العرب، البعد العروبي كان واضحا وضوح الشمس في فكر عبد الناصر وفي وجدان. ليه؟ لان هو بيقول لنا فلسفه الثوره ايه؟ فلسفه الثوره 53 54. بيقول انه طلائع الوعي العربي كانت بازغة في وجدان عبد الناصر عندما كان في المدرسة الثانوية في الثلاثينات. ليه؟ كانت طلبة في تلك الفترة يخرجون كل يوم 2 نوفمبر من كل عام يهتفون يسقط وعد بلفور. حتى قبل تأسيس، قبل إعلان الدولة الصهيونية، يسقط وعد بلفور.
اللي هو سنة 1917 نعم اللي هو الوعد أو الرسالة المشهورة التي وعد فيها وزير خارجية بريطانيا في سنة 1917 بإيه؟ بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وهو الذي كان مطلب الحركة الصهيونية الأساس لإنشاء الدولة اليهودية أو الصهيونية في فلسطين.